فاكرين مثلث ماسبيرو؟ فاكرين حضراتكم منطقة ماسبيرو؟ منطقة عند ماسبيرو، فاكرين شكلها كانت ايه؟ وفاكرين الناس كانت عايشة ازاي؟ والبيوت كانت اخبارها ايه؟ وحواري كنا بنعدي الحتة دي، ترى المنطقة دي في اماكن ما كانش ينفع تعدي بعربية، زقاق قد كده قد كده، مفيش عربية تعرف تعدي، تقعد تلف 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 من جوه عشان توصل للشارع 26 يوليو عشان تعدي تروح الاهرام. منطقة كانت صعبة جدا. يا سلام، الدولة وعدت وتنفذ، اللي قالته الدولة بتعمله وهتعمله. شوفوا النهاردة ماسبيرو، شوفوا انت متعدي النهاردة الابراج، ما شاء الله ما شاء الله، دي ابراج ماسبيرو، دي مصر الجديدة. دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية. في رئيس الوزراء بيتفقد النهاردة لانه خلاص قربوا يخلصوا، واتكلم على هيبدأوا يسكنوا ناس ويسلموا وحدات الشهر الجاي بعد 21 يوم من النهاردة، 22 يوم من النهاردة بالضبط يبدأوا يسلموا، أول الشهر القادم يسلموا الناس وحداتهم، الناس اللي هي مشيت وقالوا عايزين نرجع مكاننا هي يسلموهم وحدات. ما شاء الله، ايه اللي حصل ده؟ ايه المشروعات المتميزة في هذه المنطقة؟ سكن للناس، مشروع حضاري على أعلى مستوى، المنطقة دي بالكامل بتتغير، شايف من هنا بيشوفوا النيل في اهو بيبصوا هناك قدامك النيل، شايف الأبراج بقى ايه؟ شايف التشطيب، هتشوف التشطيب شكله ايه؟ مداخل أسانسيرات، حاجة على أعلى مستوى، هي هو ده، هو ده الكلام. انت بتعمل حاجة مختلفة تماما. ماسبيرو ما كانت ايه بقت ايه النهاردة؟ جوهرة، النهاردة بقت جوهرة قدام حضرتك اهو. ده اللي كانت ماسبيرو من 4 سنين، من 3 سنين، من 3 سنين بالظبط كانت ماسبيرو ايه بقت النهاردة ايه حضرتك؟ شوف الحاجة جميلة، حاجة شياكة، شياكة، حاجة جميلة تليق بدولة بجمهورية جديدة بجد على الحق، كانت وأصبحت وهتكون إن شاء الله. أبراج، شايف الأبراج دي؟ منطقة على فكرة بعد كده لما يعرضوها يعني إيجار أو سكن أو كذا هتبقى يعني فلوس، هتبقى غالية قوي، يعني غالية قوي. حاجة ما شاء الله، إيه الجمال، إيه الجمال ده، إيه الجمال ده؟ تقول لي زي العالمين كده والمنصورة، حاجة اللي هي من الحاجات الجيل الرابع يعني، مدن المتقدمة يعني.